دي سلسلة مكونة من مجموعة مقاطع بالترتيب علشان نتعلم نعمل شوية ألعاب بنفسنا لينا ولأولادنا. وهنا بجانب متعة اللعب في شيء آخر مفيد جدا، وهو الرقي بعقولنا، لأننا هنذاكر ونفكر ونطور. هنتأسس الأول بفهم مجموعة من الأدوات اللي بنعمل بيها اللعبة، وبعد كده هنعمل ألعاب كتير بسهولة بنفسنا. الألعاب اللي هنعملها دي هتشتغل على ويندوز ولينكس وماك، وانتوا هتلاحظوا في السلسلة ان انا عادي ممكن اشتغل معاكم على اي نظام بنفس اللغة. ممكن كمان لو اولادنا عندهم 9 سنوات فيما فوق نشجعهم على موضوع مفيد زي ده، بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش لازمة. ده غير كمان ان برمجة الالعاب بتشغل التفكير وتنميه، وفي السلسلة دي بنستخدم لغة برمجة سهلة جدا جدا، وهنسهل كمان اكتر في الشرح. بس في حاجة لازم ننتبه ليها كويس، لازم نذاكر بالترتيب. نذاكر بالترتيب يعني اول درس في السلسلة، بعد كده تاني درس في السلسلة، بعد كده تالت درس في السلسلة، وهكذا. وإلا فممكن نقابل بعض المشاكل. يعني مثلا ممكن اظبط ليك ملف في اول السلسلة ونفضل نشتغل بيه. لو انت مثلا شفت الحلقة رقم 5 وجيت تطبق وراها هتعمل ايرور، لانك ما شفتش ظبط الملف ده في الاول. فلازم نعرف ان تسلسل الشرح تسهيل لينا من الاساس. اما بالنسبة لبداية الشغل والتنزيل والتشغيل والمتابعة بالترتيب وقائمة التشغيل اللي بتضم السلسلة دي علشان نذاكر منها، اي شيء هتحتاجه بخصوص كل الموضوعات دي هتلاقيه في الوصف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل دلوقتي، عاوزين نتعمق اكتر واكتر بفاعلية اكتر جوه الست كولادر اللي احنا بننشئها خطوة بخطوة بفضل الله. بصوا، لازم نعرف كويس. انا عايزك تلغي بس الطباعة دي بعد اذنك، الغي بقى الطباعة خلاص، احنا كده عرفنا بفضل الله، والغي دي كمان ماشي. لازم تبقى عارف ان احنا وصلنا لهنا، انت فاهم يعني ايه صف ويعني ايه عمود جوه الاماب اللي جات لك. دلوقتي بقى عايزين نوصل لايه؟ عايزين نوصل للكلام ده، بل لو نقدر كمان نشوفه بعينينا نشوفه. فخلينا ايه نمشي معاه واحده واحده. طبعا كل واحده من دول ليها اكس ليها واي، يعني انا عندي هنا اكس وواي، وعندي العرض والايه والطول. فلازم نكون عارفين كويس الكلام ده. نيجي بقى هنا نعمل ايه؟ بص، في البداية كده انا هطلع بره الفور خالص، وما دام انا هعمل متغيرات الفور هتأثر عليها يبقى انا عاملها بره الفور. انا عايز، ما هو الاكس والواي بيتغيروا بتغير اللفات اللي انا هلفها هنا، ماشي؟ مش هيبقوا ثابتين، امال انا هعرف الكولايدرز اللي عندي منين؟ فواحدة واحدة مع بعض. انا دلوقتي هعمل متغير اسمه مثلا اكس ناو. اكس ناو ده بيبدأ بصفر، وهعمل متغير اسمه واي ناو، واي دلوقتي بيبدأ بصفر برضو، تمام؟ طبيعي. وهعمل بقى متغير تاني اسمه مثلا ايه كولايدرز، ايه كولايدرز يعني دي مصفوفة خلاص او ليست. الاري دي هتشيل القصة بتاعتي. فخلونا نشوف مع بعض، خلونا ايه واحدة واحدة نشوف مع بعض. ندخل بقى نشتغل هنا، هاجي هنا هقول له ايه؟ هقول له انا مش هينفع اشتغل لو، بصوا، لو الاماب بصفر، يعني انا الاماب اهي صح، الصفر ده ما يلزمنيش، ده هو ده اللي فاضي، هو ده اللي ايه اللي فاضي. يعني هنا بصوا ده فاضي، الصفر ده فاضي، كل دي اصفار. خد بالك ان انت لو خليتهم كلهم وحيدة تبقى كلها مواسير. الفاضي ده هو مساحة اللعب اصلا، فبالتالي ده مش كولايدر بالنسبة لي خالص، فالصفر تجاهله، واي حاجة غير الصفر معاك، مش فارق معاك بقى 2 ولا 1 ولا 3 خالص، مش فارق معاك اي حاجة. انت فارق معاك ايه؟ انها رقم غير الايه؟ غير الصفر.
انا هفترض يعني، مش هقول لك ايه لو اكبر من الصفر، اقول لك لا يساوي الصفر. في ناس ممكن تقول لك طب خليها، ما تخليها لو اكبر من الصفر، خليها اي حاجه براحتك، اعمل اللي انت عايزه. انا هخليها اف لو لقيت لا تساوي صفر. ماشي اوك. خدوا بالكم انا شغال جوه ايه، جوه الاعمده، جوه الاعمده مش جوه الصفوف، جوه الاعمده. ماشي اوك. هتعمل ايه بقى هنا؟ تعالوا نشوف مع بعض. جوه الاف دي هبدا اني انا اغير القصه. طبعا هو المفروض ما دام بدا يبدا يزود الاكس والواي، صح؟ يزود الايه؟ الاكس والواي. الاكس هيزودها فين؟ الاكس، الاكس المفروض ماشيه في الصف، يعني هيزودها في الاعمده. يبقى هاجي هنا واقول له ايه؟ اقول له اكس ناو زائد بتساوي، اكس ناو زائد بتساوي ايه؟ البلوك ويتس، البلوك ويتس اللي مبعوت دي كده. الاكس، الاكس ليه ليه زودتها في الاعمده؟ لان الاكس الاعمده هي اللي بتزودها. انا ماشي افقي يبقى انا بزود ايه؟ بقى شغال على الاعمده. والواي العكس، الواي العكس، الواي هتزيد ايه؟ هتزيد مع الصفوف. هنا هاجي في الصف اقول له ايه؟ واي ناو زائد بتساوي الهايت بقى، البلوك هايت. تمام كده؟ تمام، حلو قوي، يبقى كده زي الفل. طيب انا مش شايف حاجه بقى، خلينا ننادي على الايكولايدرز الاول ونقول لها ايه؟ هنزود عليكي، هنزود عليكي ايه بقى؟ ما انا هشيل جواكي مصفوفه، انت مصفوفه شايله مصفوفات برضو، بس انت مختلفه عندي، انت شايله لي الكولايدرز، ابعاد كل كولايدر، شايله لي ايه؟ ابعاد كل كولايدر، الاكس بتاعته والواي بتاعته والبلوك ويتس بتاعته والبلوك هايت بتاعته. ماشي كده؟ حلو قوي. يبقى انا هاجي هنا الاي كولايدرز بتساوي ايه؟ بتساوي مصفوفه جوه منها ايه؟ اول حاجه الاكس ناو اللي هي الاكس بتاعتها، بعد كده الواي ناو اللي هي الواي بتاعتها، بعد كده البلوك ويتس والبلوك هايت، صح؟ لان كده كده البلوك اساسي، انت كده اصلا كده كده بتبعتهولي، كده كده اصلا ايه؟ انت بتبعتهولي، انا ما اعرفش انت شغال على ايه، اللي هتبعته هشتغل لك بيه. فاهم القصه؟ حلو قوي. طيب يبقى هنا بلوك، بلوك ويتس كوما وال بلوك هايت. حلو قوي، تمام. بصوا بقى، احنا كده مش شايفين الحاجه اللي احنا بنعملها. بدل ما نطبع الايكولايدرز ونقعد نبص ونحلل ونشوف، ما بصوا انا دلوقتي بكل سهوله ممكن اعمل كده، ممكن اقول لك ايه؟ اطبع الايه؟ الايكولايدرز سيف. بس هنقعد هنتعب قوي عقبال ما نشوف صح ولا غلط، اساسا في خطا، خطا فين بقى؟ في اكسبريشن، في حاجه غلط. ايه بقى اللي غلط؟ فين الاي؟ هي ايه اللي لا تساوي؟ انا نسيت الاي. يا عمي اي، اي لا تساوي صفر. تمام. تعالى بقى هنا شغل تاني اهي. بصوا طبع، طبع الكولايدرز فعلا. بصوا انا هطلع فوق، بس طبع كتير قوي. بص 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 بص، كتير جدا. ايوه، اول واحده بقى الاكس بتاعتها ب 160 والواي بصفر و80 80، بعد كده 160 وصفر 80. ايه ده؟ هنقعد هنتعب صح؟ تعالوا بقى نعمل حاجه احسن من كده بكتير. اقول لكم نعمل ايه بقى؟ بصوا بفضل الله شغل كده بشكل مؤقت لغايه لما نخلص. يعني هنرسم الكولايدر قدام عينينا عشان نعرف احنا شغالين صح ولا غلط. ما انت ممكن تعمل كود والكود ده يطلع غلط وانت ما تعرفش. فالافضل ان احنا ايه؟ نشوف اللي احنا بنعمله. ماشي، تعالوا نرسم بقى ايه الكلام ده، نرسمه قدام عينينا. فطبعا عشان نرسمه لازم هنا تبعت لي الاو جيم عشان ارسم لك عليه، لازم ده بشكل مؤقت، يعني هنلغيه بعد كده او نشوف هنعمل ايه. يعني لو فكرنا نعمل او جيم، لان هو ده اللي انا هرسم عليه، او جيم. اوكي، وطبعا هنا هبعته له في السيت كولايدر اهو، اقول له او جيم سيف. تعالى بقى هنا هنيجي نعمل ايه بقى؟
هنا بقى نرسم. انا هلغي الرسم ده، الرسم مش في قصتنا، مش في الدالة، مش هترسم. انا برسم عشان نفهم ونشوف صح ولا غلط اللي احنا عملناه. ماشي، هستخدم دالة كنا عملناها قبل كده، كان اسمها ايه. بص اول حاجة، بص عشان اخليه هنا عشان ابقى فاكر ان هو بشكل مؤقت. او جيم دوت اد اوبش، حلو كده. كان عندي مش نيو بقى، صح، كانت جيت. هات جيت عشان هو ياخد، ما هو لو نيو هديله الاو جيم. جيت ريكت، ريكت طبعا انا عايز ايه، ريكت بوردر، ريكت بوردر عشان انا مش عايز الماسوره تتغطى. انا هرسم بوردر عليها عشان اشوف بس انا صح ولا غلط. ماشي، اعمل الاقواس بتاعتها بقى كده. تمام، تعالى هنا بقى. بصوا هنعمل ايه، هديها نفس المتغيرات دي، شايفين دي، هديها نفس المتغيرات عشان اشوف انا شغال صح ولا لا. بس دي كانت عايزه حاجتين تاني، بعد الاكس والواي والويتس والهايت عايزه حاجتين تاني. كانت عايزه مني اللون، كان اسمه على ما اتذكر، يا رب اكتبها صح، اي ال اندرسكور ار جي بي اندرسكور ماب، او العكس، ماب ار جي بي تقريبا. خلينا نعملها احمر، 255 صفر صفر، والويتس بتاع البوردر خليه 2. تعالوا نشوف كده، نجرب نشوف، لو غلط يبقى غلط في دي، نقلبها، نطلع فوق وزود ديفينيشن، يبقى انا كتبت ديفينيشن غلط. تعال يبقى العكس، يبقى ماب ار جي بي، ماب وبعدين ار جي بي كده. سيف، تعال نشغل كده. اشتغلت اهي. بس ايه ده بقى، رسمت غلط. بص ما دام رسمت غلط اعرف انك انت غلط، يعني مبدئيا، فاهم القصه، مبدئيا كده كده شغلنا غلط. شفت بقى، لو انا ما كنتش عملت كده ما كانش هينفع اشتغل، كان شغلي كله هيبقى غلط في غلط. فكويس ان احنا رسمنا. تعالوا بقى نشوف ايه اللي غلط. اول حاجه دي مترحله، ما دام اترحلت كده اعرف ان الاكس زايده مش الواي، الاكس زايده. وبعدين بص ركز معايا، بص هتلاقي فيه كده طرف احمر هنا، معنى كده ان هو فضل يرسم افقي وطنش الرأسي، منزلش الرسم بتاعي. نيجي بقى هنا نشوف هنعمل ايه. بص اول حاجه مترحله لان انا زودت الاكس مع بدايه الشغل، وده غلط. خد، شايف دي زياده الاكس اهي، اللي هي اكس ناو اللي انا شغال عليها. خدها كت وما تحطهاش هنا، حطها بعد الشغل، بعد الاف، جوه نفس الفور بس في الاخر، بعد ما ترسم تستخلص، بعد ما تستخلص هنا، بعد ما تستخلص دي وترسم زود، لكن مش تروح تزود وانت لسه ما رسمتش. خدت بالك، دي اول حاجه. ماشي، لو انا عملت سيف وجيت شغلت، تعالى هنا، لو انا جيت شغلت دلوقتي هتلاقوا ايه، رسمت صح بس برضو ما كملتش، يعني فضل ماشي كده، رسم هنا ورسم هنا ورسم هنا ورسم هنا، اما جه هنا فضل يكمل. هو رسم كتير بس الجيم مش هتكمل، الجيم ايه، مش هتكمل. انتوا خدتوا بالكم من القصه؟ حتى لو انا عايز اوريكم، لو طلعت فوق كده وخليت الجيم دي على 1800 لو انا عملت سيف، لو جيت شغلت ما جاتش، لان هنا مفيش حاجه قريبه، بعد قوي، مش هعرف اوريكم. يعني هو القريب هنا فين، بيمشي كده وكده، ده هو القريب، فده هتلاقيه بعيد شويه، يعني مش عارف هعرف اوريه لكم ولا لا بصراحه، يعني مش عارف. 2000 مثلا، يعني خليها 2000، هتبان حاجه. شفت اهي، شايفين دي مكانها هنا، دي بصوا مرسومة صح كواي مش كإكس. الغلط فين بقى؟ بص الغلط فين، رجع لي بس، دي كانت كام، 1600، تمام كده. الغلط هنا ان انت عمال بترسم والإكس عمالة تزيد،
يعني انت دخلت هنا، بص اعزل ما بين الصف والعمود، ده العمود، ده كده العمود. انت عمال تزود في الاكس، عمال تزود في الاكس، عمال تزود في الاكس، وناسي ان الاكس دي متوافقه مع الواي اصلا، وناسي ان انت عمال تزود فيها ورحت على صف جديد. المفروض انت لما تخلص الاعمده بتاعتك، هتيجي هنا وهتزود الواي، صح؟ المفروض ان انت لما تزود الواي في حاجه تحطها في الحسبان، لما تزود الواي في حاجه ايه تحطها في الحسبان، ان انت ما دام زودت الواي يبقى انت كده يعتبر انت خلاص يعني رحت على صف جديد. فرجع الاكس، الصف الجديد ده هيبدا منين؟ اسالك سؤال بالله عليك قبل ما احلها. بص دلوقتي الصف الجديد ده هيبدا اكس بصفر ولا اكس ب 1500؟ هيبدا اكس بصفر. كل مره سطر جديد هيبدا الاكس بصفر، هي دي المشكله. لو انا جيت هنا وبعد ما زود خليت الاكس رجعتها بصفر تاني، او اكس ناو بتساوي صفر، كده بفضل الله مشكلتنا ان شاء الله تتحل، تعالى شغل كده، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، دي لازم سقفه دي. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، جميله جدا، بفضل الله اترسمت صح 100%. بصوا البلوكات متقسمه، البلوكات اكن تصميم هندسي قدامنا بفضل الله، اهي شايفين المنظر كده. انت عارف انت شغال صح بقى، انا مش فارق معايا لسه ما عملتش كولايدرات. القصه كلها في ايه؟ ان انا ابقى عارف ان انا جبت الكولايدرز صح، ابعدها، لان هي دي اللي هشتغل عليها بعد كده. ولو انت غيرت هيغير معاك. يعني لو انا جيت هنا قلت لك بص الحته دي ايه فاضيه كلها، تعالى هنا اعمل لي ايه واحد، واعمل لي هنا واحد، او اعمل لي هنا ثلاثه، واحد وثلاثة. بص هعمل ماسورة جديدة، شغل كده، الماسورة الجديدة اتعمل لها كولايدر. طيب علي الماسورة دي، خلي دي واحد ودي واحد، عليها خالص كده، سيف، شغل، شايف المنظر؟ الكولايدرز اترسمت بفضل الله 100%، وهنكمل بعد كده إن شاء الله.